صباح الخير مشاهدينا الكرام، بنبدا مع حضراتكم يوم جديد في هذا الصباح، وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم دايما عندنا موضوعات جديده ومتجدده. من ضمن موضوعاتنا النهارده اللي احنا هنناقشها مع حضراتكم انطلاق المؤتمر الطبي الافريقي الاول بمشاركه 102 دوله. هذا المؤتمر الذي ياتي في توقيت بالغ الاهميه في الحقيقه، في ظل ما يواجهه العالم من تحديات في المجال الصحي في ظل انتشار جائحه كورونا وبعض الاوبئه التي تظهر في الفتره الاخيره، وبالتالي لابد يعني من وضع رؤيه للتعامل مع هذه التحديات الطبيه وتلاقي الرؤى خاصة بين الأشقاء الأفارقة في هذا الأمر. ومصر يعني تضع هذا الأمر على عاتقها بشكل كبير، وكان هناك مجموعة من الرسائل اللي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في انطلاق فعاليات هذا المؤتمر، ومن بينها توفير 30 مليون جرعة من لقاح كورونا للقارة الأفريقية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي. بالطبع سيتم توزيع هذا الأمر فضلا عن تسليط الضوء على المنظومة الصحية المصرية والجهود التي قطعتها الدولة المصرية في هذا المجال، فضلا أيضا عن ما تقدمه مصر للأشقاء الأفارقة في هذا المجال. هناك ملتقى يلتقي فيه عدد من المؤسسات المسؤولة عن الرعاية الصحية في كثير من الدول، وبالتالي يعني هناك محاولة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع وكيفية التغلب عليها في المرحلة القادمة. ده هيبقى موضوع أساسي هنناقشه مع حضراتكم. في موضوع آخر وهو يعني مبادرة لوزارة التضامن بشأن الزواج المبكر والتوعية بخطورة هذا الأمر، خاصة في ظل تعدد بعض الحالات اللي موجودة داخل المجتمع المصري والتي لها كثير من الأضرار بالطبع على حياة الأسرة أو كثير من الأسر المصرية في الحقيقة. وبالتالي تحت شعار جوازها قبل 18 يضيع حقوقها، دي شعار الحملة اللي أطلقتها وزارة التضامن للتوعية بهذا الأمر. عندنا كمان فقراتنا الثابتة اللي احنا متعودين عليها دايما، عندنا فقرتنا الاقتصادية، فقرتنا الرياضية، قراءة في صاحبة الجلالة وأهم الموضوعات اللي بيطلعنا بها الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم، فضلا عن جولة متنوعة من الأخبار والتقارير المختلفة سواء على الصعيد المحلي أو العربي أو الدولي. فاصل ونرجع لحضراتكم ونبدأ أولى فقراتنا. برحب بكم مرة ثانية، وبنبدأ جولة متنوعة من الأخبار والتقارير المختلفة حول العالم، ونبدأ مع حضراتكم مع مبادرة وزارة الصحة اللي أطلقتها من حقك تنظيمي لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان، واللي بتستمر حتى 23 يونيو الحالي، وده بمحافظات مصر المختلفة. خلينا نتعرف على تفاصيل في سياق هذا التقرير. بهدف دعم وتنمية الأسرة المصرية على المستوى الصحي والاقتصادي ولضمان جودة الحياة الأسرية، أطلقت وزارة الصحة حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية لتقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة مصر كافة، وبخاصة المناطق النائية والمحرومة، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة العالية. بنعملها القطاع تنظيم الأسرة في وزارة الصحة بيعملها كل 3 أشهر، بحيث إن لو في أي ست مكسلة تنزل فاحنا بنوصل لحد عندها في الدايره بتاعتها جوه قريب من بيتها، بحيث انها ما تاخدش المعلومه اللي هي بتاخدها ما تاخدهاش من جيرانها، لا هي بتاخدها من فريق طبي متدرب على ده، ومن عن طريق برضو فريق رائدات بيقوم بالنصح والارشاد ليها باي وسيله تنفعها. في وزاره الصحه والسكان وتنظيم الاسره بيقدموا كافيتيريا الوسائل حاجات جديده جدا زي اللولب الهرموني. اللولب الهرموني ده المفروض بيتقدم بره في اي مكان، بيتباع بس من الصيدليات ب 1000 جنيه وبتركب من 3 ل 4000 جنيه. احنا عندنا هنا المفروض في حملاتنا وغير حملاتنا بيتركب مجاني تماما، بس ليه بروتوكول خاص طبعا، طريقه معينه في التركيب، وكذلك مش كل السيدات المنتفعات بيركبوا. الحملة تتضمن برامج توعوية وتثقيفية بهدف دعم المرأة ورفع الوعي الصحي لها، مع توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفاعلة لرفع معدلات استخدام الوسائل بمختلف أنواعها لخفض الحاجة غير الملباة. وسائل متعددة لعملية تنظيم الأسرة بيدي للزوجة الحرية أو اللي هي تختار إيه الوسيلة المناسبة ليها، فدي بنقول أول نقطة في بناء الجمهورية الجديدة مع تغيير المستوى الثقافي والفكري للمجتمع بتاعنا، فعلا هنقدر نعمل الخريطة الجديدة للدولة المصرية.
فمن خلال كتاب والسنة وضحنا كيفية تنظيم الأسرة للمجتمع الذي نعيش فيه، لأن الأسرة طبعا أساس المجتمع، إذا صلح صلح المجتمع وإذا فسدت فسد المجتمع. يأتي الصلاح من خلال الرعاية والعناية والحفاظ على الأولاد والبنات. هو أنا استفدت إن هو طبعا اتكلموا النهاردة عن الوسائل اللي هم بتركيبه الكلام ده كله، طبعا هي حاجة حلوة مش وحشة. استفدت إن أنا أخد وسيلة بين العيل والعيل عشان أعرف أربهم كويس. لا الوسائل الصراحة أنا أخدت هنا وسيلة يعني الحمد لله مرتاحة عليها ومشي عليها مظبوط وما فيهاش أي ضرر الحمد لله ولا أي حاجة. مبادرات من حقك تنظمي واحدة من المبادرات الرئاسية الفاعلة لتوعية المواطنين بأهمية المشكلة السكانية وذلك لتغيير ثقافتهم، طفلين لكل أسرة. محمد حلمي، النيل. نروح مع حضراتكم لموضوع آخر. ومكتبة الإسكندرية نظمت بمقر بيت السيناري الأثري ورش عمل للأطفال بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي بتعاون مع الإدارة التعليمية بالسيدة زينب، وده في إطار يعني خلق أيضا حالة من الوعي لدى الأطفال بأهمية الحفاظ على البيئة. وكمان معنا تقرير في مجموعة من التفاصيل. بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمية تحت شعار لا نملك سوى أرض واحدة، نظمت مكتبة الإسكندرية مجموعة من ورش العمل المخصصة للأطفال ببيت السنار الأثرية بالتعاون مع الإدارة التعليمية بالسيدة زينب وعدد من الجهات الحكومية والأهلية. هو النهاردة 5 يونيو، ده اليوم العالمي للبيئة والعيد الخمسين لاحتفال الأمم المتحدة على اليوم البيئة. فكرة اليوم النهاردة حاولنا نحتفل بالبيئة عن طريق مجموعة من الأنشطة كلها في نطاق التوعية البيئية، سواء بنحاول نشرح للأطفال فكرة الحفاظ عن البيئة، علاقة البيئة إن ممكن يبقى مناخ، يعني كل ده بيأثر في الآخر على المحيط اللي هم عايشين فيه، سواء غابات سواء محيطات سواء أرض أي حاجة. أجازة طبعا الصيف بتبقى أكتر خاصة بالأطفال من أول سن 7 سنين لحد 15 سنة. الواجب بتتنوع طبعا على حسب الفئات العمرية، يعني إحنا بنحاول دايما الأنشطة تبقى مناسبة لكل فئة. اليوم العالمي للبيئة ده يوم عظيم يجب كلنا إن إحنا نهتم بيه، لأن إحنا داخلين على مرحلة فعلا في تلوث بيئي جامد، فيجب إن إحنا نتنبه الموضوع ده وبالذات أطفالنا. إحنا نعلم أطفالنا أن هم يتعلموا يحافظوا على البيئة إزاي، دي حاجة جميلة. وبنشكر مكتبة الإسكندرية وبيت السناري لاهتمامهم باليوم ده. حاول أن إحنا نوصل لهم أهمية الزراعة وارتباطها بالبيئة وإزاي نوثق العلاقة ديت وإزاي نستعمل المخلفات وتدويرها وإزاي نعمل زرع بسيط في البيئة في جوه البيت. تضمنت ورش العمل عددا من الأنشطة التي تساعد الأطفال على التعرف عن قرب بالمخاطر التي تهدد البيئة وكيفية القضاء عليها عن طريق تصحيح سلوكياتهم في حياتهم اليومية. احنا ممكن ما نلوث بيها مثلا، ممكن ما نرميش مخلفات في الشارع، ممكن ما يعني العربيات اللي بتطلع هوا طبعا ملوث وبتلوث البيئه اكتر. نمت ان احنا نزرع النباتات وما نرميش مخلفات في الشارع، ونزرع الازاز الميه نزرع فيها توم كده وطماطم وحاجات، ولان برضو لان البيئه بتساعدنا كتير. الاشجار دي بتساعد لان الهواء يكون نقي. علمت اننا نحافظ على البيئه من يوجد زباله في الاماكن اللي هي الطبيعيه، ونحافظ عليها ان هي بتساعدنا جدا ان هي بتعمل لنا ده اللي هي بتدي لنا الثمر. الاهتمام بالنشء وطلاب المدارس خلال الاجازات الصيفيه لتعزيز وعيهم الثقافي من خلال ورش العمل التفاعليه تجاه قضايا البيئه والمجتمع، هدف يسعى اليه القائمون على ورش العمل ببيت السنار الاثريه. على منتصر النيل. نروح لدار الأوبرا المصرية اللي بتواصل فعالياتها وبرامجها المميزة في الحقيقة اللي يعني بتجذب الجمهور وتشهد إقبالا كبيرا في ظل ما تقدمه من عروض وبرامج متميزة. من ضمن هذه البرامج أوركسترا القاهرة السيمفوني قدم حفلا تضمن مقتطفات من أشهر الأوبرات العالمية، وخلينا كمان نشوف مع حضراتكم هذه الحفلات. على مدار ساعتين استمتع جمهور دار الأوبرا المصرية بمقتطفات من الأوبرات العالمية والتي قدمتها سوبرانو دكتورة إمام مصطفى، حيث قدمت أوبرا توسكا ومدام باترفلاي لبوتشيني وأوبرا قود القدر لفيردي. النهاردة أنا بغني أريات أوبرا من أريات الأوبرا الأوبرات العالمية، أحلى الأغاني الأوبرات، مدام باترفلاي، قصة مدام باترفلاي لفتاة الجيشة
اللي حبت أمريكاني وقصة من القصص، وقصة تانية أوبرا القدر، دي أوبرا برضو الفيردي، وأوبرا توسكا اللي هي المغنية المشهورة اللي هي كانت مغنية أوبرا بعد كده انتحرت من القلعة في إيطاليا. يعني كلها أغاني عالمية وأشهر أغاني العالمية للأوبرات. الحفل الذي قدمه أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة الدكتور مجدي بغدادي تضمن أيضا عزف على آلة التشيلو قدمه أيمن الحنبلي. أوركسترا دايما متجدد، دايما بيجيب عازفين إذا كان من مصر مشاهير زي النهارده الموجودين زي دايمن أو زي دايمان أو أعداد كتيرة يعني، وكمان بيجلب من بره، بيجيب من كل حتة من العالم. ده اللي بيخلي فيه تجديد تملي في البرنامج. الإدارة بتاعت الأوركسترا دايما وأبدا بتشتغل على أنه في تنوع وفي تجديد في البرنامج السنوي اللي بيحصل بشكل يعني عايز أقول يواكب العالم، يعني تقريبا مش مختلفين في برامجهم عن العالم في أي أوركسترا موجود في الحتة دي. ويأتي حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني ضمن البرنامج الحافل الذي تقدمه دار الأوبرا المصرية لروادها، والذي يرضي جميع الأذواق، حيث تستضيف دار الأوبرا المصرية فرقة باليه مسرح سان بطرسبرغ لتقديم حفلاتها بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ومسرح سيد درويش بالأسكندرية. لمياء موافي، النيل. من دار الأوبرا المصرية إلى ليبيا، واتخذت فرقة شبابية ليبية من العرض المسرحي وسيلة فنية لكشف زيف وعود أصحاب المصالح في استمرار الصراعات على الأراضي الليبية على مدار أكثر من 11 عاما، وذلك بطريقة تخيلية يعني بتوضح كيف يتم الزج بالكثيرين في أتون القتال تحت شعارات زائفة في ليبيا. وكمان هنتعرف على تفاصيل هذا العرض المسرحي من خلال هذا التقرير. لم تكن حياة الليبيين قبل أكثر من عقد مضى حين وقعت الانتفاضة الشعبية ضد معمر القذافي مثل حياتهم الآن، لذا اتخذ مجموعة من الشبان عنوانا باسم عندما كنا أحياء لعرض مسرحي عبروا فيه عن معاناتهم خلال 11 عاما من الصراع الدموي. تدور أحداث المسرحية عن مجموعة من الشبان تم خداعهم للمشاركة في القتال إلى جانب جنرال، وأدى أبطال المسرحية عرضاً ألقى الضوء على مآسي الحرب في مدينة مصراتة الساحلية. المسرحية طبعاً مقتبسة من النص معروف الانتصار أو الموت أو كلاهما للكاتب السعودي ياسر المدخلي. احنا حبينا نوصله فكرة المسرحية هي مأساة الحروب وضحايا الحروب هي طبعا الشباب، مأساة اللي احنا قاعدين نعاني فيها طبعا الشعب العربي كله وليست ليبيا فقط. تتناول رواية مسرحية عندما كنا أحياء قصة جنود أموات يتوهمون أنهم عادوا للحياة ليعاتبون وعود الجنرال الذي زج بهم إلى آتون الصراع بوعود زائفة. جنود أموات يتوهمون بأنهم عادوا إلى الحياة، يعاتبون وعود الجنرال وكيف كان معهم وكيف كان يعمل فيهم هم أحياء، وكيف بعد ما ماتوا يعني الأشياء هذه اللي دوالهم عليها أو أنهم خلدوا في التاريخ وأنهم صار يعاير فيهم بهذه الأشياء كانوا يعاتبوا فيها الجنود الأموات. يعني هكذا اتخذت فرقة الفنون والإعلام بمدينة مصراتة من العرض المسرحي وسيلة فنية للتعبير عن مآسي الصراع الليبي الداخلي الذي مزق البلاد إلى جزئين شرقي وغربي، لم تنجح محاولات الوفاق الوطني بينهما في وضع نهاية طال انتظارها للصراع. نروح لبريطانيا، واحتفالا باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث واللي اختتمت فعالياته بالأمس، صمم الفنان البريطاني توماس هيثيويك تمثالا مضيئا ليكون بمثابة تحية لجهود الملكة في زراعة الأشجار.
الفنان البريطاني هو مصمم للألعاب الأولمبية في لندن عام 2012، والتركيب الفني عبارة عن شجرة بلغ طولها 21 متر، وصنعت جذوعها وفروعها من الصلب والمعدن، وبتستوعب 350 شتلة من الأشجار البريطانية المنشأة في أوعية صغيرة من الألومنيوم مزخرفة برمز الملكة زي ما احنا شايفين مع حضراتكم في هذه الصور. كمان شكلت ما أطلق عليها شجرة الأشجار خلال الاحتفالات باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث جزءا مكملا لعرض إضاءة شعلة اليوبيل، وكذلك نقطة الانطلاق لآلاف من الشعلات الأخرى في أنحاء المملكة المتحدة. هذا وقد ألقت الملكة إليزابيث الثانية التحية على الجماهير من قصر باكنجهام في اليوم الأخير من الاحتفالات بالذكرى 70 لتوليها العرش في بريطانيا، وشارك عشرات الآلاف على مستوى العالم أو البلاد عفوا في العروض الفنية اللي بتقام في شوارع العاصمة، والتي تضم جمعا متنوعا من المشاهير. وهنشوف مع حضراتكم هذه الاحتفالات في سياق هذا التقرير. الاحتفالات بالذكرى 70 لاعتلائها عرش بريطانيا، أطلت الملكة إليزابيث الثانية بشكل غير متوقع من على شرفة قصر باكنغهام لتلقي تحية على الجماهير. كانت الملكة إليزابيث البالغة 96 عاما قد ظهرت على شرفة قصر باكنغهام في اليوم الأول خلال العرض العسكري، لكنها لم تحضر القداس الذي أقيم في كاتدرائية سان باول بمشاركة العائلة الملكية. وجاء ختام 4 أيام من الاحتفالات بجلوس الملكة إليزابيث على العرش قبل 70 عاما بعروض فنية جابت شوارع وسط لندن، وضمت جمعا متنوعا من المشاركين من المغني الشهير إد شيران ولاعب كرة القدم السابق جاري لينكر، وعروض فنية ووصلات غنائية وانتشار لفرق موسيقية عسكرية وراقصين وإضاءة معالم في جميع أنحاء بريطانيا والعالم. لعل تلك الحالة المبهجة تبدد بعض الكآبة الناجمة عن أزمة ارتفاع كلفة المعيشة. وسار الموكب الفني على ذات المسار الذي قطعته الملكة التي تبلغ الآن من العمر 96 عاما، ويهدف للتذكرة بالعقود المتعاقبة والمختلفة التي شهدها عهد الملكة إليزابيث الذي كسر أرقاما قياسية. 70 عاما مرت وهي تجلس على عرش المملكة المتحدة، 70 عاما وهي ملكة، ملكة يراها البعض مصدرا للقوة الناعمة في العالم، بينما يراها آخرون جسرا يربط بين ماضي الأمة وحاضرها. أقيم في مدينة سانتو دومينغو البرازيلية معرضا للسفن الضخمة، ضم سفن لاتينية مختلفة بعضها يرجع للقرن 19 وعددا من السفن الحربية الأمريكية. يجسد المعرض العلاقات التاريخية والتعاون العسكري بين البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، وبيهدف إلى إقامة تبادل ثقافي بين البلدين من أجل تعزيز علاقات الصداقة المشتركة. خلال النشاط البحري بيسمح للزوار الصعود على متن السفن التعرف عليها من الداخل، وستزور السفن المشاركة في المعرض 11 دولة وتتوقف في 13 ميناء. نروح مع حضراتكم لليونان، وتأثر السوفلاكي طعام الشارع الأكثر شعبية هناك بالنسبة للسكان المحليين والسياح لحد سواء بصورة كبيرة بالتضخم اللي بيجتاح عدد من دول العالم. ارتفع متوسط أسعار السوفلاكي في أثينا حيث بلغ التضخم في اليونان أعلى مستوياته في 28 عام. السوفلاكي هي وجبة خفيفة تتكون من لحوم مشوية ملفوفة في خبز بيتا مع طماطم والبصل واللبن بالثوم، بيقبل عليها الكثيرون في اليونان، وأثرت الحرب في أوكرانيا على أسعار السلع في اليونان كغيرها من الدول، وأدت إلى ارتفاعها بنسبة 40% تقريبا.
في الولايات المتحدة الأمريكية عاد آلاف الموسيقيين ومحبي الموسيقى من أنحاء العالم إلى مدينة كاليفورنيا لإقامة معرض الرابطة الوطنية لتجار الموسيقى بعد تعليق العام الماضي بسبب وباء كورونا. بيعتبر المعرض السنوي مكانا مهما للمهتمين بالموسيقى للتعرف على أحدث التطورات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، حيث إنه يعرف الزوار بمصنعي جميع أنواع الآلات الموسيقية كواليس تلك الصناعة في جميع أنحاء العالم، كما يضم المعرض ورشا لتعليم الشباب استخدام الآلات الموسيقية. وهذه هي بعض الصور لهذا المعرض الذي أقامته الرابطة الوطنية لتجار الموسيقى في مدينة كاليفورنيا الأمريكية. آخر أخبرنا عن أحوال الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط بتكون خفيفة إلى معتدلة، ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وأيضا بالنسبة لحالة البحر الأحمر بتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين. دي توقعات يعني خبراء هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم على محافظات الجمهورية المختلفة. للمزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام ينضم الي عبر الهاتف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزاره الزراعه. دكتور محمد، يعني الى ماذا اذا تشير الخرائط الجويه بالطبع في هذه الحاله الجويه وتاثيرها بالطبع على العمليه الزراعيه بشكل عام؟ دكتور محمد. ايوه يا فندم، ما حضرتك. صباح الخير لحضرتك يا فندم. كنا بنسال على الى ماذا تشير الخريطه الجويه بالطبع في يعني في ظل هذه التغيرات المناخيه اللي احنا بنشهدها في العالم اجمع بالطبع. صباح الخير يا فندم، ربنا يخليك. طبعا احنا في نهايه فصل الربيع فلكيا، فصل الصيف تقريبا 10 ايام او ازيد قليلا، وهيبتدي يحل علينا الصيف الرسمي في مصر. وطبعا حضرتك عارف مناخيا بيبقى الفواصل ما بين الفصول بتبقى تتلاشى بسبب ما يسمى بتغير المناخ. فالاجواء فعليا هي اجواء صيفيه بامتياز، متوقع يكون في زياده تدريجيه في درجات الحراره بدايه من اليوم، هتصل هذه الزياده للذروه يوم الخميس والجمعه، خاصه في مناطق جنوب الصعيد و في مناطق الدلتا ايضا والقاهره ومصر الوسطى وشمال الصعيد. كل هذه المناطق منتظر ان ترتفع فيها درجات الحراره ارتفاعات فوق المعدل، يعني منتظر موجه شديده الحراره بدايه من بعد منتصف هذا الاسبوع من يوم الاربعاء ان شاء الله. درجات الحراره فيها بتتراوح في معظم المناطق حول ال40 درجه، وتزيد طبعا عن ذلك في الصعيد حوالي 42 او 43 درجه. نقدر نقول ان احنا فعليا دخلنا في فصل الصيف، مفيش اي مظاهر اخرى منتظره او متوقعه في خلال
الفترات الجايه الشهور الجايه غير فقط الموجات شديده الحراره المتلاحقه، وهي احد مظاهر تغير المناخ. طبعا هذه المظاهر بتكون لها احتياطات مهمه على مستوى السلامه الشخصيه بعدم التعرض لاشعه الشمس بطريقه مباشره في فتره الظهيره لفتره طويله، وخاصه للعمال او للمزارعين اللي بيبقى فيه احتكاك مباشر بينهم وبين الشمس. يفضل دائما يبقى فيه غطاء راس، يفضل يكون الملابس تتناسب في الفاضه تتناسب مع هذا الشكل من الجو. ما ننساش ان بسبب موضوع تغير المناخ اصبحت الاجواء في صيف مصر شديده الحراره عما سبق، فدي نقطه مهمه قوي ان الناس تخلوا بالهم منها. الاكثار من السوائل ده مهم لاي حد، سواء حتى لو كان موظفين في مكاتبهم، فالاخر الاكثار من السوائل مهم قوي في هذه الفتره. بالنسبه للزراعات يفضل تقليل فترات الري، وخاصه لمحاصيلي الفاكهه في بدايه العمر. انا بتكلم عن الفاكهه الاستوائيه، بتكلم عن المانجا، وبتكلم طبعا عن الموالح والزيتون. الفاكهه دي في بدايه العمر، فبالتالي تقليل فترات الري واضافه بعض المركبات التي تضمن زياده الامتصاص زي البولفيت وزي مركبات المغنيسيوم، كل دي مركبات مهمه. والاخر طبعا الحفاظ على سلامه المزارع، ده اولويه اولى ان المزارع ياخد باله منها. بشكرك دكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزاره الزراعه. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معاكم الأولى فقراتنا في هذا الصباح. بعد وقفتنا الرياضية هنبدأ فقرة جديدة، فانتظرونا.